المستشار صالح يؤكد أن الانتخابات طريق الاستقرار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة أهم التحديات لتحقيق السيادة الوطنية. انتخابات ديسمبر محور لقاءات للمنقوش في الدوحة ولرئيس تكتل إحياء ليبيا مع السفير البريطاني. مجلس النواب يعلق جلسته إلى 29 من الشهر الجاري دون إقرار الميزانية. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الرابعة من قناة ليبيا، وفيها تتابعون أيضا: استجابة للاحتياجات الطارئة للحد من كورونا، دبيبة يوجه بإرسال فريق طبي متخصص في العزل إلى منطقة شويرف. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن انتخابات ديسمبر هي الحل الوحيد لإيجاد قيادة سياسية وتشريعية موحدة تنهي الانقسام وتؤدي إلى الاستقرار، مبينا أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والبحث عن قاعدة دستورية وتفعيل مسار 5+5 العسكري والأمني هي أهم التحديات التي تواجه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر. انتخابات 24 من ديسمبر تشكل الحل الوحيد لإيجاد قيادة سياسية وتشريعية موحدة تنهي الانقسام المؤسساتي وتؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدونها لن يتوقف الصراع في ليبيا. هكذا وصف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أهمية الالتزام بالسير نحو انتخابات ديسمبر في موعدها المحدد. المستشار صالح وفي حوار صحفي أكد أن أهم التحديات التي تواجه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر هو عدم إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، فضلاً عن متاهة البحث عن قاعدة دستورية ومحاولة سلب إرادة الليبيين في اختيار رئيسهم، إضافة إلى الحاجة لتفعيل مسار 5+5 العسكري والأمني وإطلاق المصالحة الوطنية ووقف خطاب الكراهية الذي تتبناه قوات محسوبة على الإسلام السياسي، مشيرا إلى أنه بدون خروج المرتزقة لن تسترجع السيادة الوطنية ولن تتمكن البلاد من تنظيم الانتخابات في موعدها، وقد تعود الأوضاع إلى مربع الاقتتال والتناحر. ولهذا أوضح رئيس مجلس النواب تعويله على مؤتمر برلين 2 الذي اعتبره اختبارا حقيقيا لمعرفة مستوى رغبة المجتمع الدولي في مساعدة الليبيين على بناء دولتهم، وليقول المجتمع الدولي كلمته ويمارس ضغطه على جهات الاختصاص التي يراها لا تتعامل بجدية مع ملف المرتزقة والقوات الأجنبية. وفيما يخص البحث عن قاعدة دستورية، أكد صالح أن هناك محاولات مستميتة لمصادرة حق الشعب الليبي في اختيار رئيسه بالمماطلة في إحالة قاعدة دستورية، وهناك أيضا محاولات لعرقلة الترتيبات التي تتخذها المفوضيات العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مبينا أن مجلس النواب لديه الإعلان الدستوري الذي أعطى الحق للشعب الليبي في انتخاب رئيسه أسوة بالدول الديمقراطية، وما كان يجب الدخول في متاهة إيجاد قاعدة دستورية أو تنظيم استفتاء على دستور يفتقر حتى لشبه إجماع من الليبيين. صالح تحدث عن الدور المهم الذي تلعبه مصر من أجل حل الأزمة الليبية مع الأطراف الدولية والمحلية لتطهير ليبيا من الإرهاب والفوضى، إضافة إلى الإنجاز الذي تحقق بفضل جهود البعثة الأممية بالمسارات الثلاث لتحقيق الاستقرار لليبيا، اتفاق على بنود يرتبط تحقيقها بنجاح الوصول لانتخابات ديسمبر توحدت في مخرجات برلين 1 ومبادرة رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة تمثلت بوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية والتي قد تشكلت بالفعل، واليوم يقع على عاتقها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها. فهل سنشهد منها التزاما بتنفيذ هذه البنود وأهمها انتخابات ديسمبر؟ من جانبها التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نظيرها المصري سامح شكري للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إضافة إلى بحث التطورات على الساحة الليبية. جاء ذلك خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة، إذ أكد شكري دعم بلاده الدائمة للمساعي الليبية في بدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق بعيدا عن التدخلات الخارجية، داعيا المنقوش إلى زيارة مصر في الفترة القادمة.
كما ناقشت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أمس مع نظيرها السعودي فيصل بن فرحان الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر برلين 2 والمبادرة الليبية. وأعربت المنقوش عن تطلعها لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وإرساء سنة التشاور بينهما، مشيدة بحرص السعودية على أن يتولى الليبيون بأنفسهم حلحلة الأوضاع في ليبيا ما يعزز سيادتها واستقلال قرارها السياسي. من جهته رحب بن فرحان بأي مبادرة ليبية من شأنها إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وأكد أن السعودية ستكون في مقدمة الدول الداعمة لهذه المبادرة التي تعبر عن إرادة الليبيين وتحقق استقرار بلادهم. وفي لقاء آخر خلال اجتماع الجامعة العربية في الدوحة، بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد عبرت المنقوش عن امتنانها لدولة الكويت لحرصها الدائم على أمن واستقرار ليبيا، متمنية منها المساندة من خلال تبني مبادرة استقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين 2 في 23 من الشهر الجاري. هذا ورحب الصباح بهذه المبادرة، وأكد أن دولة الكويت ستتبناها وتدافع عنها باعتبارها خرجت من الليبيين أنفسهم. كما بحثت المنقوش مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي سبل تعزيز العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وجهود دعم الأمن والاستقرار في ليبيا. جاء ذلك على هامش الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة والتي دعت إليها جمهوريتا مصر والسودان. ناقش رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد بالرابع والعشرين من ديسمبر القادم. كما بحث الاجتماع الذي تم عبر التواصل المرئي بين النايض بن بنغازي وهوبتون من طرابلس التحضيرات لمؤتمر برلين 2 المقرر عقده في 23 من الشهر الجاري. قرر مجلس النواب استدعاء الحكومة في جلسته المقررة في 29 من الشهر الجاري، وذلك بعد مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي خلال جلسة أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح والنائب الأول والثاني له. عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب وبحضور معالي النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب. تم مناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وقرر المجلس استدعاء الحكومة في جلسة 29 من الشهر الجاري، مع تأكيد مجلس النواب على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب فيما يتعلق بعدد من القوانين التي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. وفيما يخص ملف المناصب السيادية، قرر مجلس النواب إحالة كتاب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الدولة وعدم الوفاء بها أو بما هو متفق عليه حول المناصب. قرر المجلس إحالة كتاب لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت من رئيس مجلس الدولة الاستشاري في بخصوص التنصل للمجلس ورئيسه بالاتفاق الذي تم الاتفاق عليه أخيرا في ملف المناصب السيادية، والذي قام مجلس النواب بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه، وأيضا التأكيد من خلال هذا الكتاب لبعثة الأمم المتحدة بأن مجلس النواب في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق سوف يقوم بمسؤولياته أمام الشعب في هذا الاتجاه. هذا وعلق مجلس النواب جلسته المقررة لمناقشة الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية إلى 29 من الشهر الجاري. وكان المجلس قد استأنف جلسته أمس بعد تعليقها الاثنين إثر مشادات وخلافات بين أعضاء المجلس. ما عندكش بعلق، ما عندكش مصباح، اجلس يا مصباح. خلافات حادة تحت قبة البرلمان خلال الجلسة التي بدأت أمس لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وملف المناصب السيادية، لتستأنف اليوم في جلسة مغلقة
تم تعليقها للتاسع والعشرين من الشهر القادم. للمرة الثانية يوضع ملف الميزانية العامة للدولة على طاولة مجلس النواب الذي كان قد وافق على اعتماد الباب الأول الخاص بالمرتبات ليتم إرجاعه وتعديله من قبل الحكومة. رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رفقة عدد من وزراء حكومته قدم خلال اجتماع عقد قبل يوم من جلسة مجلس النواب مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس جميع الإجابات على كافة الاستفسارات والملاحظات المحالة من أعضاء مجلس النواب قبل توجههم إلى طبرق. كانت منطقية ومدروسة، ونحن طمناها من احنا لم نطلب هذه الأموال لأجل الأموال، نحن طلبناها بالخدمات والمشاكل التي يعاني منها الشعب الليبي. طبيعي نحن طرحنا المشروعات، طرحنا المشاكل، وطرحنا البرامج والصعوبات والناس التي في المستشفيات تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى علاج، والمدارس اللي هي صيانتها والطرق التي تحتاج إلى الصيانة. وأعتقد أن وصلنا إلى نقطة أن احنا وصلنا مشروعنا لهؤلاء اللجنة المالية في مجلس النواب. مثل رسالة مجلس النواب رسالة واضحة جدا، نحن في هذا البلد نعاني من آثار الحروب والعشرية الماضية، كانت معاناة لكافة الشعب الليبي. اليوم نريد إعادة أخ الأكسجين لهذا الشعب وإصلاح ما هو دمر في السنوات السابقة. مراجعة مستمرة وشد وجذب بين الحكومة ومجلس النواب حول الميزانية العامة للدولة التي انتصف بها العام ولم تعتمد بعد. أسباب متعددة يراها المحللون دافعاً وراء هذا التأخير، منها ما يتعلق بتغطيتها لمصاريف ومرتبات بعض الجماعات المسلحة وتضمينها في مقترح الميزانية. في الوقت الذي تقبل فيه البلاد على مرحلة حاسمة وحساسة متمثلة في التجهيز لانتخابات 24 من ديسمبر، الأمر الذي يحتاج إلى أن تكون هناك تهيئة مادية وخدماتية للمواطنين وأن تسيل الأموال لمفوضية الانتخابات لتبدأ التجهيز لهذا الاستحقاق، فهل سيكون 29 من الشهر الجاري موعداً حاسماً لقضية الميزانية التي تشغل الشارع الليبي وتؤرقه في آن؟ أقام أهالي وسكان بلدية العزيزية وقفة احتجاجية طالبوا فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بمنع الوجود العسكري داخل النطاق البلدية وعودة قوات المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية طرابلس إلى مناطقهم، وأن تقوم مديرية أمن الجفارة بتأمين المنطقة. أولا رجوع الوحدات العسكرية من الطرفين إلى الأماكن التي جاءوا منها. ثانيا نؤكد للجميع بأنه توجد بمنطقتنا مديرية أمن وشرطة قوية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار. ثالثا نحن أصحاب رقعة جغرافية شاسعة وتعتبر سلة غداء لطرابلس، وهنا الضمير والواجب الوطني والاجتماعي يفرض علينا المحافظة على هذا الإرث. نطلب من ذوي السلطة الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي على أن يولوا هذه المنطقة عناية خاصة وأن منطقة العزيزية تعتبر منطقة السلة الزراعية الغذائية لطرابلس، ثم أن هي ممر إلى الجنوب. نحن متكفلين مديرية أمن الشفارة بحماية بلدية العزية وكامل منطقة سهل الشفارة. وطبعا منطقة سهل الشفارة معروفة أنها عانت من الحروب في سنة 2014، وهي منطقة اقتصادية ومنطقة جغرافية هي يمر منها جميع سكان ليبيا الاتجاه للجنوب الاتجاه للجبل الغربي والمنطقة الغربية، وهذا طبعا الدمار اللي خلفات الحرب لمنطقة العزية. في
في ملف كورونا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة تعليماته العاجلة لوزارة الصحة بإرسال فريق طبي ميداني متخصص في العزل لدعم مستشفى الشوارف والفرق الطبية بالمنطقة وإحالة الحالات الحرجة إلى مراكز العزل القريبة. يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للكتاب العاجل لعميد بلدية شوارف بشأن تزويد البلدية باحتياجات عاجلة وطريقة للحد من انتشار وباء كورونا. هذا وانطلقت بالمركز الصحي سيدي خليفة بنالوت أمس الحملة الثانية لتطعيم ضد فيروس كورونا لكبار السن المسجلين في المنظومة. هذا وبلغ عدد المطعمين نحو 2300 شخص منذ بداية الحملة، حيث تم تشكيل أكثر من لجنة للتلقيح منها المكلفة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن غير القادرين على زيارة المركز لتلقيحهم في المنازل. الجرعة الثانية احنا اللقاح اللي استلمناه في الجرعة الأولى كان 270 جرعة، والجرعات اشتغلنا فوق 320 جرعة، باعتبار الجرعة جمعية كان فيها فايد من جرعة إلى اثنين في كل عبوة بعد العشرة يعني. فطعمنا جهة 320 شخص تقريبا هيك يعني. تو حاليا استلمنا 1250 جرعة ثانية، اشتغلنا على الجرعة الثانية بالنسبة للجماعة اللي اخذوا الجرعة الأولى، واشتغلنا الثانيين على عامة المواطنين من 50 سنة فما فوق. وفي جل المنطقة يعني في كل من المناطق اللي خدمت الجرعة الأولى في وزن ولا في غزاية ولا في أي منطقة خدي الجرعة الثانية طوى حاليا يعني. وفي بنغازي أقامت إدارة الخدمات الصحية في المدينة ورشة عمل حول دور التثقيف الصحي ووسائل الإعلام والاتصال في التصدي لجائحة كورونا. جاءت هذه الورشة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأشرف على تقديمها خبراء من المنظمة بهدف رفع الوعي الصحي في التصدي للجائحة من قبل المواطنين والوحدات الصحية. اليوم نحن سعداء بتواجدنا اليوم في إدارة الخدمات الصحية بنغازي في ورشة عمل حول التثقيف الصحي ودور المثقفين الصحيين في نشر التوعية والثقافة الصحية بين المواطنين والعيادات التابعة لإدارة الخدمات الصحية. ورشة العمل تستهدف برامج التثقيف الصحي ونشر التوعية حول تلقي لقاح كوفيد 19، وهذا يأتي ضمن دعم منظمة الصحة العالمية لإدارة الخدمات الصحية بنغازي بدعم من الاتحاد الأوروبي. طبعا هذه الورشة بعنوان دور التثقيف الصحي والاتصال والإعلام في التصدي لجائحة كورونا أيضا ونشر التطعيمات، يقدمها خبراء ومسؤولين في منظمة الصحة العالمية وأيضا مختصين في إدارة الخدمات الصحية بنغازي. تستهدف منسقي التثقيف الصحي بالمرافق الصحية في المدينة وأيضا عدد من أعضاء مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالخدمات الصحية بنغازي، طبعا مدتها يوم واحد. وفي آخر تحديث للوضع الوبائي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وبذلك تستقر حالات الوفاة المتأثرة بالفيروس عند 3166. وبحسب بيان المركز فقد تم تسجيل 330 إصابة جديدة بالفيروس، بينما تمثل 242 مصابا للشفاء التام. من جهته أعلن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها أمس إيجابية 28 عينة بعد إجراء فحص البي سي آر ل 69 شخصا راجعوا المختبر. وقد توزعت الإصابات التي تنوعت بين جديدة ومخالطة على مدينة سبها بتسع حالات ومرزق ب17 إصابة، وحالة واحدة من أم الأرانب وأخرى من بنغازي، بينما تمثلت للشفاء من الفيروس 11 حالة. بحث المجلس البلدي البيضاء في اجتماع تقابلي مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة آفاق التعاون في ملفات لقاح كورونا وتطعيمات الأطفال والنظافة وغيرها. ومن جهته أبدى عميد بلدية البيضاء علي حسين استعداده لخلق جسر تعاون بين البلدية وكل المنظمات المدنية المحلية منها والدولية وفق التشريعات النافذة.
بدورهم أكد ممثلو المنظمات الأممية ضرورة إتمام خطاطهم وبرامجهم في دعم السلطات المحلية خاصة في الجوانب الإنسانية والخدمية. نظم منتدى القيادة الشبابية التابع لمكتب الثقافة بوادي الشاطئ ندوة بعنوان السلوك والظواهر السلبية في المجتمع. الندوة التي أقيمت بكلية العلوم الهندسية والتقنية ببراك الشاطئ تناولت موضوعات منها التطرف والمخدرات والتنمر وغيرها، كما حضرها عدد من منتسبي المنتدى وطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس. لقينا اليوم ندوة توعوية بعنوان العادات السيئة بكلية العلوم الهندسية براك الشاطي. كانت من محاور ندوة العنصرية والتنمر وتعاطي المخدرات بين الشباب في الكليات في المجتمع بصفة عامة أو بشكل عام. لقت الندوة حضور جميل وإقبال جميل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء منتدى القيادة الشبابية في الكلية. أجرى رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي وأعضاء لجنة الإدارة زيارة إلى دار الرعاية الاجتماعية للبنات ببنغازي للوقوف على احتياجات المؤسسة والاطلاع على سير العمل بها، كما قدم الجعيبي بعض الهدايا للنازلات واستمع لاحتياجاتهن ووعد بتوفيرها في أسرع وقت. نحن في زيارة لمدينة بنغازي للاطلاع على بعض المؤسسات الاجتماعية وأيضا مراكز المعاقين والاطلاع على احتياجاتهم، الاطلاع على كل ظروفهم. نحاول إن شاء الله تحسين هذه الظروف وتحسين معيشتهم، وخاصة اليوم زرنا بدأنا بدار رعاية البنات وشفنا الظروف اللي يعيشوا فيها وشفنا بعض المشاكل وشفنا الإيجابيات من ناحية أن في بعض النازلات تتعلم وتقرأ في الجامعات وتكمل في دراستها. فإحنا يعني كصندوق تضامن اجتماعي حنكون داعمين لهذه الدار ولنازلات الدار وتوفير الاحتياجات بالكامل إن شاء الله. أدى مدير شؤون القرآن الكريم بالهيئة العامة للأوقاف عبد السلام عيسى زيارة إلى مكتب الأوقاف ببني وليد للاطلاع على سير العمل داخل قسم شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية. هذا وتناول الاجتماع مستجدات العملية التعليمية في مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة، إلى جانب بحث الصعوبات التي تواجه القسم والعمل على تذليلها، بالإضافة إلى مناقشة البرامج والأنشطة التي يعتزم مكتب الأوقاف ببني وليد إقامتها خلال الفترة القادمة. اليوم حضرنا لزيارة مكتب بني وليد للاطلاع على سير العملية التعليمية داخل مراكز التحفيظ والعملية الإدارية بقسم شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالمكتب. طبعا اجتمعنا مع مدير المكتب ورئيس القسم والموظفين بالمكتب. كان الاجتماع تطرق فيه إلى عدة نقاط مهمة تمس العملية التعليمية وسيرها داخل مراكز بني وليد، وكذلك وصلنا إلى بعض التوصيات وبعض النتائج التي يمكن أن تحال إلى السيد رئيس الهيئة، وذلك لعرضها عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. أنقذت دوريات حرس السواحل 308 مهاجرين غير قانونيين كانوا يستقلون زوارق مطاطية في البحر المتوسط. وبحسب بيان ناطق باسم القوات البحرية، فقد أعاد الحرس 250 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة، إلا أن عددا منهم قد لاذ بالفرار، فيما بقي 61 آخرون تم نقلهم إلى مركز الإيواء. وفي عملية أخرى أنقذ طاقم الزورق أوباري 58 مهاجرا تم إنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. الرابعة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. في ظل نقص الأمصال بوادي الأجال، تسجيل نحو 400 إصابة بلدغات العقارب.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي حاجة الدول النامية الماسة إلى دعم البحث العلمي والابتكار الوطني أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك خلال مشاركته في قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة عبر الاتصال المرئي اليوم، إذ استعرض اللافي البرامج التي نفذتها الهيئة الليبية للبحث العلمي لدعم منظومة العلم والتقنية، وذلك بحسب تغريدات نشرتها الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى أهيبة عبر حسابها على تويتر. في النشاط الوزاري، ناقش وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال اجتماع مع عميد بلدية غات موسى السنوسي جملة من الموضوعات التي تمس البلدية، أهمها ملف النظافة وظروف العاملين في هذا القطاع وسبل حل تذليلها. كما تطرق الاجتماع إلى فرص ومجالات تحسين الخدمات الممكنة في الفترة القادمة وسبل انتهازها. التومي من جهته أكد على ضرورة استمرار التعاون والتواصل والعمل المشترك بين الوزارة والمجلس البلدي غات للرفع من مستوى الخدمات داخل نطاق البلدية. سيلت إدارة الخدمات المالية بالواحات مرتبات شهر مايو بالإضافة إلى الفوارق وترقيات الدرجات التي كانت معلقة منذ عدة سنوات. مراقب الخدمات المالية بالحسن مفلح أفاد بأن مرتبات شهر يونيو الحالي ستصل خلال الأسبوع القادم، وسيتم توزيعها على كافة المراقبين الماليين بالقطاعات الحكومية ليتم إحالتها إلى المصارف، موضحا أن مرتبات الشهور القادمة ستكون في موعدها المحدد لكافة الدوائر الحكومية بالواحات. حوالة شهر 5 جتنا الأسبوع اللي فات، وكانت جت فيها حتى التعديلات من اللي عدلناه على البوابة الإلكترونية، كل التعديلات، وجتنا فيها جميع الإدخالات الجديدة، وبدينا فيها بالصرف، حولنا للمصارف قطاع الصحة، قطاع المالية، والقطاعات الأخرى توها جايات بالتدريج، اللي يجي قطاع نحوله للمصارف، وقاعدين نشتغلوا فيه. جن فيهن قيمة 20% بتاعت الداخلية، وجاتنا من البيضة القيمة من 1/1 إلى 30/4، يعني 4 شهور جاتنا 20% اللي جياتنا من البيضة، وشهر 5 دخلنا 20% من ضمن الحوالات 5. باشرت لجنة مسح المعاشات الضمانية المشكلة بقرار من إدارة صندوق الضمان الاجتماعي عملها بمكتب الوحدة الضمانية جالو، وذلك من أجل إنجاز المرحلة الثالثة من عملية المسح والتي تأتي في إطار متابعة معاشات المتقاعدين والموظفين. كما أكدت اللجنة أنها تعمل على نقل الخبرات إلى الفروع والمكاتب والوحدات في أوجلا وشخرة وتزربو ومرادة. بموجب قرار السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي رقم 603 لسنة 2020 بشأن مراجعة ومسح كافة المعاشات الضمانية والعسكرية والتقاعدية والتأمينية بفرع صندوق الضمان الاجتماعي الواحات، تم البدء في هذه الجولة وهذه المراجعات. هذه طبعا الجاية الثالثة للفرع. الغرض هو مراجعة والتأكد من المستندات والإقرارات السنوية. كذلك كان الغرض من هذه الزيارة رفع كفاءة الموظفين العاملين بفرع الضمان الاجتماعي. بدينا بمكتب جالو وهو أكبر مكتب في فروع الواحات. نشكر جميع القائمين بفرع الواحات من الأستاذ مدير صندوق الضمان الاجتماعي، رؤساء الأقسام، السيد مدير مكتب ضمان جالو الأستاذ علي ميلود المجبري. استقبلنا اليومين السابقين لجنة المشكلة من قرار السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بقرار رقم 603 لسنة 2020، وهذه اللجنة من أهم اختصاصاتها هي مسح جميع معاشات صندوق الضمان الاجتماعي فرع الواحات بجميع أنواعها، سواء كانت معاشات ضمانية، تأمينية، تقاعدية، عسكرية، والتأكد من استحقاق مستحقين المعاش وآلية صرفها. كما نشكر السيد رئيس مجلس الإدارة على توفير المتطلبات وتدليل الصعاب. نظمت الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة ورشة عمل حول استراتيجيات التحول الرقمي. الورشة التي رعتها شركة المدار الجديد بالشراكة مع ليبيانا للهاتف المحمول قدمت خلالها عدة مشاريع وورقات بحثية حول استراتيجيات التحول الرقمي من قبل مجموعة الشركات الراعية. الآن بدأ في داخل الدولة
اليوم هي ورشة عمل من ضمن فعاليات ملتقى ليبيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات، والتي سيتم فيها عرض استراتيجيات التحول الرقمي وعرض بعض التجارب الرائدة لمعظم شركات القطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي جزء منها خاص بالشركات الخاصة ومساهماتها في إنجاز بعض المشاريع اللي تخص التحول الرقمي. أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال اليوم لمدة ساعتين في الجناح الشرقي للشبكة، بينما تمتد لتصل إلى 4 ساعات في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة. وبحسب نشرة الأحمال اليومية، فقد دعت الشركة المواطنين إلى مراعاة المتغيرات المستجدة للشبكة والتواصل معها في حال زيادة ساعات الطرح عن المعلن عنه. سجلت المراكز الصحية ببلديات وادي الأجال أكثر من 393 حالة إصابة بلدغات العقارب في الفترة من منتصف أبريل حتى يوليو الحالي، فارقت 14 حالة منها الحياة بسبب نقص الأمصال المضادة لها. المزيد عن أزمة لدغات العقارب في سياق هذا التقرير. في الجنوب الحبيبة السابح على بحيرات النفط ومناجم الذهب، من لم يمت بالسم مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. هنا في بلديات وادي الأجال الثلاث، سجلت المراكز الصحية بمناطق وبلديات وادي الأجال الثلاث أكثر من 393 حالة إصابة بلدغات العقارب في الفترة من منتصف إبريل حتى يوليو الحالي، فارقت 14 حالة منها الحياة بسبب نقص الأمصال المضادة لها. إحدى هذه المآسي كانت مأساة الطفل أحمد إدريس أبو صلاح، والذي لم يتجاوز 10 سنوات، الذي وافته المنية إثر لدغة عقرب بفراش نومه بمنزله الكائن بمحلة بريك ببلدية الغريفة. ولتأخر حصوله على المصل المضاد، والد الطفل اللديغ وأسرته يحاولون التعايش مع صدمة فراقه، وهو الطفل المجتهد والمتفوق في دراسته بين زملائه وأقرانه. ورحلة صراحة رحلة مكروكية للبحث عن المصل، بعد أن تم حقل ابني بحوالي 6 جرعات من المصل، طالب الدكتور المزيد من المصل. طبعا المصل المزيد. والد الطفل من جهته طالب المسؤولين هنا ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي بالإسراع في تزويد المراكز ووحدات الرعاية الصحية بمناطق ومحلات وادي الأجال بالأمصال المضادة للدغات ولسعة العقارب والأفاعي. والله أنا بالنسبة لي شخصيا حاليا لا أطلب أكثر من المصل صيفا، ومن دواء سخانة للأطفال شتاء في جنوبنا الحبيب، لما عانيته وما عاناه بعض أولياء الأمور في شتاء مرتفع درجات الحرارة ووفاة بعض الأبناء فقدانهم، وصيفا عدد لدغات العقرب التي تصل أحيانا لألف أو 2000 لدغة سنويا في الجنوب، وعدد الوفيات أحيانا تفوق 40 حالة وفاة. مناشدة والد الطفل الذي وافته المنية بسبب تأخر وصول المصل المضاد، وغيره كثيرون ممن ذاقوا هذا الألم يطالبون بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتفادي وقوع كارثة إنسانية بالوادي مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي ازدياد هذه الحالات رغم الجهود المحلية التطوعية البسيطة للتخلص من هذه الحشرات القاتلة. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني libyaschannel.com أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.